لا تزال الأوضاع متوترة لا تهدأ في محافظة بلوشستان في ظل غضب شعبي أثاره قتل قوات الحرس الإيراني نحو 10 من سائقي شاحنات النفط من أهالي مدينة سروان. سريعا ما اجتاحت المدينة تظاهرات عارمة رغم الانتشار الأمني الواسع، والتي استطاعت الوصول إلى مقر حاكم سروان ليواجه المحتجون بوابل من الرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين، وهو الأمر الذي دفع المحتجين للسيطرة على مبنى قائم مقام المدينة. في أعقاب هذه الحادثة انطلقت تظاهرات أخرى في ناحية بامدشت أمام قاعدة للحرس الثوري ليقابلهم الأخير بالرصاص الحي، حيث تشير الأرقام إلى مقتل ما لا يقل عن 40 متظاهرا وجرح 100 آخرين. لكن ما الذي أوصل الأمور إلى هنا؟ تشير منظمة حقوق الإنسان البلوشي إلى أن بلوشستان المتاخمة للحدود مع أفغانستان وباكستان تعاني من التهميش والإفقار وقلة الموارد، ما يدفع قطاعا كبيرا من السكان للعمل في بيع الوقود والنفط عبر الحدود، غير أنه في الفترة الأخيرة تم بناء سياج حدودي وغلق منافذ البيع المتاحة، مما ترتب عليه حدوث مناوشات. فقام أفراد الحرس الحدودي الإيراني بفتح النار بشكل عشوائي على المدنيين. فقر وبطالة وقمع هي سبيل النظام الإيراني للسيطرة على المحافظات المحتجة ضده، والتي يعاني سكانها اضطهادا عرقيا ودينيا رغم كثرة الموارد الطبيعية فيها مثل البلوش والعرب والأكراد والأتراك وقوميات أخرى، لا تزال تئن من جراء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران باسم الدفاع عن هيبة النظام الذي يعمد للتوسع خارجيا على حساب الإيرانيين.